قبل الفاصل او قبل ما نطلع الكولينج بريك كلمتني على اسوريو والفتره معاه وان انت كان الراجل عايز يضمك في ماتش الاهلي وكانت القصه المشكله في ازمه القيد اللي رد عليه فيها سين ولا صاد. انا قايل لك تاني ايا كان سين صاد مش لا ما تفرق طالما مش حرف السين وحرف الصاد لا لا طالما ما قلناش اسم يبقى مش ماشي ماشي لك دي. طيب اللي رد عليه ايا كان مين الاسم وقالوا له انت مش متقيد معانا علشان لسه عندك مشكله في القيد وهو اتفاجئ الراجل بالقصه دي بالظبط. على الناحيه الثانيه بقى انت كنت عامل مشكله مع زمايلك في التمرين انك بتلعب جامد بالظبط. ايه بقى القصه دي؟ القصه مش زمايلي هو كان كابتن سيف الجزيري كنت انا دخلت دخله على علي ياسر كده اللي هو لاعب فيوتشر الحالي للمعار جامده بالكوره حتى الراجل ساعتها قال قوم العب كمل. فكان الجزيري ساعتها هو خاف من ان انا بلعب جامد فقال لي ما تخشش عليا جامد يعني قلت له خلاص ما فيش اي مشكله يعني. فجي كوره مشتركه انا لسه برايح للكوره راح هو مديني بالكوع في عيني فطبعا حصلت مشادة مش معايا انا مش معايا انا هو ممكن يكون خاف مني ان انا شاب لسه طالع في عايز اثبت نفسي فهلعب جامد ف وده حقه طبعا لكن كان ربنا يخرجه بالسلامه طبعا فتوح اتكلم معاه قال له فتوح اللي وقف لك في القصه فتوح يعني الشخصيه جميله جدا وزيزو توقع يعني اتكلموا معاه ان انا ما ينفعش ولسه صغير وحرام ومش حرام والكلام ده يعني كان في صحفي بيصور الواقع حتى احد المدربين في الجهاز الفني كسر له تليفونه ان هو بيصور الواقع وكده فبعد ما انا مشينا خلصنا تمرين الواقع اتنشرت فهم فكروا ان انا نشرت الواقع طب ما كان في صحفي اصلا انت مكسرين تليفونه نشر الواقع كلام بوست طب انا ذنبي ايه اتغلت عليا برضه اتغلت عليك اتغلت عليا قالوا ان انا قلت مثلا للصحفيين او الكلام ده كابتن كان في صحفي حتى تاني يوم جيت التمرين راح الكابتن قايل لي خد شنطتك وروح ما تنزلش التمرين قابلني كابتن شيكابالا بيقول لي رايح فين قلت له ده قالوا لي كذا كذا مين كذا مين اللي قال لك خد شنطتك وروح مش 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 عايز اقول اسماء طيب. يعني انا مش عايز اقول اسماء قال لي خد شنطتك وروح مسؤول في الفريق او مسؤول في الفريق متواجد حاليا يعني خد شنطتك وروح قابلني كابتن شيكابالا قال لي في يا ابني قلت له ده كابتن قال لي خد شنطتك وروح فما رضيتش اروح قعدت في الجنينه شويه كده ورحت له تاني قلت له يا كابتن والله العظيم انا ما اقصدش حتى ساعتها قعدت اعيط وراح اسير كابتن عبد الواحد السيد قال لي خد شنطتك وروح تمام هو بس عشان يعني الناس تبقى لا واحنا ما بنغلطش يعني لا مش غلط هو ده حقيقي انت عملت ارتكبت خطا من وجهه نظرهم وهم ناحيه ثانيه شافوا العقاب انك ما تكونش موجود في التمرين بالظبط راح قايل لي خد شنطتك وروح فقعدت دنيتني قلت لا انا هروح انا ما صدقت ان انا اتمرن مع الناس دي عرفت بقى ليه الزن بيختلف قال لي دنيتني قاعد في الجنينه وكان في حد صاحب زيزو كده اللي هو دايما معاه قال لي انت اصبر ما تروحش قلت له انا هروح قال لي اصبر يا ابني خمسه الدنيا تهدى وروح اتكلم معاهم تاني ايه المشكله اسره شافني بيقول لي انت ما نزلتش تمرين ليه فخدوني في جنب على طول قبل ما الدنيا ما اقول يعني ليه والكلام دوت فرد كابتن عبد مدحت عبد الهادي انت بتعرف انجليزي ولا كانوا سوري 70-80% كده الدنيا عندي كويسه هو كان راجل بيتكلم معاك هو كان بيتكلم انجليزي ولما بيكون في حاجه كان بيجيب مترجم المترجم سمير عبد الله مترجم المهم راح كابتن مدحت ساعتها راح قايل لي يا ابني قلت له كابتن انت حضرتك كسرت تليفون صحفي انا ذنبي ايه قال لي قلت له خلاص يا كابتن انا اسف وانا حقكم عليا ومش هتتكرر تاني وشوفوا انتوا عايزين ايه وانا هعمله يعني شوفوا انتوا نفسكم في ايه ولا هلعب جامد على حد ولا اللي هو عايز ينزل التمرين وخلاص يعني قال لي خلاص مفيش مشكله ادخل غير ولا اقول لك خلاص التمرين خلص تعالى بكره ايه التمرين تعالى بكره التمرين ورحت يا كابتن قعدوني حوالي 3 4 ايام يجي عند تقسيمه كابتن مدحت يقول لي لف حول الملعب يجي عند تقسيمه لف حول الملعب لف حول الملعب وانا كابتن من الناس اللي هي ما بكتفيش في مكان ان انا ابقى فيه ان انا اقعد الف او ان انا ابقى قاعد على الدكه والكلام ده يا روح يبقى ليا دور يا شكرا يعني قلت له يا كابتن هو انا لو مش هنزل التمرين معاك او مش هنزل التقسيمه انا مش هقدر اجي تاني يعني قال لي خلاص ماشي ما تجيش تاني قلت له خلاص ماشي وقعدت قلت لك كده على ما تجيش تاني قلت له خلاص ماشي قعدت في البيت قالوا لي ان الراجل سال عليا ما اعرفش ايه اللي قالوا له زي ما قالوا له سوري برضو ان انا راجل بتاع السوشيال ميديا
اوسوريو سال عليك ولا جوميز سال عليك؟ الاثنين سالوا عليا. الاثنين سالوا عليك فردوا عليهم الرد. فنفس الرد. انا دايما مشكلتي يا كابتن بتاع السوشيال ميديا، انا ايه محتواي على السوشيال ميديا؟ او انا بقول ايه على السوشيال ميديا؟ ايه محتواك على السوشيال ميديا؟ مفيش غير ان انا بتمرن، او ان انا كسبنا النهارده الحمد لله والشكر لله كسبنا، بتمرن في تمرينة برايفت زي اللعيبة كلها اللي بتتمرن وبيقولوا عليها للأمانة. للأمانة أنا دخلت على صفحتك على الفيسبوك، ودخلت على في بيج كمان غير صفحتك الشخصية، كلها فيديوهاتك صور ليك، مفيش حاجة يعني ما كابتن أنا ما بعرفش أخرج أنا إلا بس الفيديوهات اللي أنت طلعتها مؤخرا بالظبط. أنا ما بعرفش، ومؤخرا ما غلطش في النادي، ومستحيل لو أنا حصل معايا كتير قوي، مستحيل هطلع إن أنا أتكلم عن النادي، مستحيل اطلع اتكلم عن دي. مش عشان انا مش عايز، خلاص انا خلاص بقى في وعي عن اللي فات، خلاص المرحله اللي جايه دي مرحله محتاجه تركيز، محتاجه شغل كتير قوي، اولا عشان تثبت نفس للناس كلها انك لنفسك اولا ثم للناس انك تستاهل ترجع النادي، او ما كنتش تمشي حتى النادي. كابتن حضرتك اكتر من 11 12 لعيب خدوا فرصه، فيهم اللي ادى وفيهم اللي كان موفق وفيهم اللي ما كانش موفق، اشمعنى انا اللي ما خدتش فرصه؟